بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، مساء الخير. بنرحب طبعا بالمخرج الكبير خالد جميل الجلال رئيس قطاع الإنتاج وكل قيادات وزارة الثقافة وكل إخواتي من أبناء وأحفاد فناني مصر اللي بتشرف بوجودي معاهم. وعلشان نعرف تفاصيل أكتر عن جمعيتنا هنشوف فيلم قصير عن جمعية أبناء فنان مصر. Thank you.
إعلانات ومعارض وملتقيات وطرح مبادرات. بدأت فكرة الجمعية في الشهور الأولى من 2016، وكنا حيرانين نتجمع إزاي وتحت أي نظام، ولكن خرجت فكرة إننا نعمل رابطة تجمعنا، وما كانش فيه أفضل من إنها تكون رابطة شرعية ومعترف بيها من الدولة، واخترنا ليها اسم جمعية أبناء فنانين مصر، وكان داعم لإنشاء الجمعية السيد المستشار توفيق الدقن ابن الفنان الكبير ماضي توفيق الدقن ابن الفنان الكبير الراحل توفيق اللي بنطلب منه يتفضل على المسرح كرئيس لمجلس اداره الجمعيه علشان يقول كلام. وبالمناسبه اللي الف المقطوعه الموسيقيه اللي تم استخدامها في الفيلم هو الاستاذ ماضي الدقن وليها عنوان قمم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ المخرج الكبير خالد جلال، السادة الحضور والجمع الكريم، تتشرف جمعية أبناء فناني مصر للثقافة والفنون أن تتبنى بالتعاون مع وزارة الثقافة فعاليات منتقى رائدات السينما المصرية، وذلك في إطار مسعاها كأحد المؤسسات المدنية التي تعي بكل فرد قيمة التراث الفني المصري وتعمل على حمايته وإحيائه جنباً إلى جنب مع دورها البارز في نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية وسط أبناء فنان مصر ومبدعيها، وكذلك الدفاع عن حق الأداء العلني لفنان الأداء بالعمل على تفعيل التشريع الذي يكفل لهم تحقيق ذلك ثم تتولى بعد ذلك مسؤولية تحصيل. جمعية أبناء فناني مصر هي الأخت الشقيقة لجمعية المؤلفين والملحنين، تلعب نفس الدور ولكن بالنسبة لفناني الأداء، وهي الصوت الوحيد المعبر عن أبناء فناني مصر وقيمة جهودهم، وستستمر بإرادتهم، وهي المرجع والأساس بالنسبة لهم، تمثلهم وترعاهم وتحافظ على حقوقهم لا ثاني لها. إنما نراه يجلس في المكان ويجري في الزمان الآن هو مظهر من مظاهر إرادة أبناء فناني مصر، يجتمعون على أهدافهم ومبادئهم بحب وأمل وعمل دؤوب وصبر حتى ينالوا ما يستحقون. السادة الحضور، شرفنا حضوركم وتعاونكم ومساندتكم في تجربتنا الأولى، ونتمنى أن تستمتعوا بملتقى يليق بالفن المصري العظيم ويؤسس لاحتفاليات تالية نجتمع فيها ننهل من ذلك التراث الرفيع الخالد طالما بقيت مصر والدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله. انا فلاحي مهنه مش بتاعتي، كان اول مره انا بشتغل مذيع، ومن حظي كويس ان انا اذيع واعمل حديث او ابري حديث مع الفنانه العظيمه السيده فاطمه. اهلا بيك يا فاطمه، انا سعيد جدا بيك يا رب. وانا سعيد اني شفتك لأنك ذكرتني بالفن الأصيل. الله يخليك. والله مدام فاطمة، أنت من مواليد القاهرة؟ أيوة. القاهرة؟ لا، اسكندرية. اسكندرية؟ اه. أنت طبعا مثلت على مسارح اسكندرية كمان. لا، كنت عيلة. كنت عيلة؟ أنا أول ما مثلت على مسرح نجيب الرحال اللي هو عكس الوقت. اه، اللي هو نجيب الرحال اللي هو في حمد الدين الوقت. اللي في حمد الدين. اللي مازال باسمه لغايه دلوقتي. اه. النبيل الرحاني قال: تقدمت الي فتاتين ومعهما طفله لم تبلغ من عمرها العاشره وهي فتره طفله. انت بتتكلم لغه عربيه لغايه دلوقتي سليمه. الفرق كده لعجيزه ايه؟ هو اللي علمك اللغه العربيه. يعني استاذ بيعلمني اللغه العربيه وبعدين القران الكريم. القران الكريم. ايوه، عشان
كان أياميها كل الفرق باللغة العربية الفصحى. أيوة. فلازم يبقى النطق صحيح. سليم. سليم. أول فرقة وأول دور، أول مسرحية. أول مسرحية؟ آه. بعد ما فتحت روزا نيوزن خدت الكمية. الله. عملت ايه خدت الكمية؟ وبعد كده نوصل الصعيد. الله أكبر. تبتدي الفرق من أوروبا يتفرجوا على الجوال تحت نهر الصعيد يقول لا الممثلة المصرية أحسن من اللي عندي. الله أكبر. سموك بقى ساعتها سارة النار الشرق. الله. فلما كتبت روايات قلت كتير هندي. عملت هندي؟ هندي. دور الولد؟ يعني بظروف صعب. انا عارفه طبعا. اللي ينفذ الفن لازم يبقى ده انت الفن شهاده. ده عايزين عيد. انا زي ابويا كده ماليش في اللغه العربيه. ده اعتراف كان دايما يقول كده يعني. اجيب فيه خمسه شيرين يعلمني يشكل لي النص واقول. طبعا انا خريجه المعهد بس للاسف يعني وعدت دكتور سعد الله يرحمه اني مش همثل اللغه العربيه عشان ما اهينش اللغه العربيه بس. اولا احب ارحب بيكم بزمايلي الفنانين وابناء الفنانين واحفاد فنانين العظام. اولا انا بشكر جمعيه ابناء فناني مصر للثقافه والفنون وفخوره طبعا اني عضو فيها وبحس ان انا في وسطهم كده في وسط اخواتي واصدقائي وفعلا في بينا جو عليه جميل جدا وده بنستمد طبعا من روح ابهاتنا او امهاتنا العظماء يعني نتشرف بيهم ادوا عمرهم ووقتهم وفلوسهم عشان ينتجوا وعشان يمثلوا من الرائدات اللي احنا هنعرض افلامهم هنحتفل بيهم السيده فاطمه رشدي، السيده عزيزه امير، السيده زهيجه حافظ، وطبعا العظيمه اسيا وماري كويني كلهم نماذج مشرفه للمراه المصريه ونماذج مشرفه لينا كفنانين وكان لازم علينا في الجمعيه احياء تراثهم. وكمان الفنانات المكرمات بدون ألقاب طبعا لكن هم من عظماء السينما المصرية مجدة وشادية ونادية لطفي ومديحة صحة وهم أيضا امتداد لفنانات عظيمات الذين أطروا الفن المصري والعربي بأعمالهم. في النهاية بشكر كل السادة الحضور من فنانين ومثقفين وإعلاميين وبشكر معالي وزير الثقافة و سلام وألف سلام وبشكر طبعا الأستاذ خالد جلال أو دكتور خالد جلال وبشكر كل الحضور أشكركم جدا وبشكر الرائدات وفخورين إن إحنا نكرمهم النهاردة شكرا معمولة الناس أطول مني بكتير معمولة على مقاس رئيس الملتقى اسمحوا لي ارحب بحضراتكم ويعني اقول لكم يعني اعتذار النهارده معايا الوزير استاذ حلمي نمنم لانه يعني كان مرهق بشده الايام الماضيه لكن هو اهتم جدا بهذا اليوم واهتم ايضا بالفعاليات اللي هتحصل لمده خمس ايام الفتره الجايه وباذن الله يكون معانا في حفل الختام يوم 15 مفيش حاجة ممكن تتقال أكتر من إنه ده يوم اللي فيه المصطلح المصري القديم تاريخ الحبايب. أنا التقيت في حياتي الأستاذ عمر الحريري، الأستاذ عمر الحريري التقيت بيه في بيته مع الأستاذ عادل عوض وشخصي مجموعة كبيرة جدا من أبناء رانيا فريد شوقي ايضا في فتره دخولها معاد عالي الفنون المسرحيه في حياه الملك فريد شوقي، ايه اجمل من ان احنا نقف النهارده مع قطعه من كل رائد من رواد الفن ده ونشوفهم النهارده ونسلم عليهم ونحتفي من خلالهم بذكرى ناس صنعت اعظم تاريخ للسينما المصريه مش بس في السينما في مصر في الوطن العربي بالكامل وكانوا اعلام هذه الفنون فأنا بشكركم على هذه الفعالية و- و-
واتمنى ان تستمر فعاليات جمعيه ابناء فناني مصر، وانا اتشرف ان انا اكون يعني بدعمهم بكل ما استطيع من خلال قطاع الانتاج الثقافي، وايضا الاستاذ الدكتور احمد عمر من خلال صندوق التنميه الثقافيه واللي يعني ساهم معانا بالافلام اللي موجوده اللي اتقدمت النهارده، وايضا بقاعه السينما في مركز الهناجر للفنون. اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب يا رب دايما نظل نتذكر اعظم نجوم مصر من خلال ابنائهم ومن خلال اعمالهم العظيمه. اشكركم. باسم جمعية أبناء فناني مصر بنهدي درع الجمعية إلى سيادة معالي وزير الثقافة، ويستلم عنه الدرع الفنان المخرج خالد جلال. يلا عشان الصورة يا جماعة، يلا عشان وقفوا عشان الصورة.